بحر بحر على لابيسين ما كيعجبنيش. حيتاش واحد النهار مشيت ليه خرجت عزيه باقي الله بدا الصيف اش خلى مازال ليا من اش خلى مازال في الصيف ما من مسمار الكلور خصوصا كيكونوا شي بيسين الكلور كيكثروا الكلور بزاف وصافي وتيكون وكتعوم يلاه ساعه او لا نص ساعه صافي كتطلعي مقرمله لونك كحل ايوا صافي دونك وانا كنحماق على البحر انا ما كرهتش نكون ساكنه تكون الدار البحر تبحري صافي ما سافرش عرفتي نكون ساكن حدا البحر ديال العومان طبعا ماشي الاخر بلا ما نسافر بالنسبه لي انا تمشي تنوض تبحرت ورجعت للدار وهادي راه صافي ايوا هادشي اللي كاين دونك حنايا غادي نمشيو للبحر وغادي ندوز المهم في طريقنا غادي ندوز عند البنات درنا نمشيو طبعا اليوم وصل الاسبوع البنات هاجر وهذا وآية وهذا هما اللي نتلاقاهم وغادي نمشيو مجموعة للبحر عرفتي راه ملي كنمشي معاهم راه تيقتلوني بالضحك تيقتلوني هيا آية الزين صافي غير ها هو هضري جيم بارطاج سبسكرايب سبسكرايب هاجر وليتي معروفة هاجر صابوني بلا ما ديري هذوك النظر ديال كيفاش ديريهم ما عجبونيش دي فاكتو المهم زويوني المهم ما بيهم كلشي على الوجه فهمتي دابا حمجك ما يجيش معايا خصوصا انت نضر قلتي من شي اين وقلتي قلتي مساكن تشدوا لك في الديوانه لا لا جاوبوني فاش جاوبوني الحمد لله ما بغيتيش تشوفوا فيا الحمد لله وشو وصلني ضحكتيني ايوا يا ايه شفتي الشومبري المهم اليوم فلوج غادي تشوفوا الحماق لا لا اختي انا جايه بعقلي ما جايه بعقلي دابا نشوفوا دابا نشوفوا ما ايا خلاص هادي عوامه من الطراز العالي حريه البحر حريه البحر قالتها لي قالتها لي يا اختي تغلبت حتى تخبى اختي حتى حاجه ما كتخباك واش اختي تنعرفوا سبحان الله نزلنا في الحس صافي تخلصي علينا الحوت لا اختي قول لي ما تعقلتوا عليا يلا نقول لك كل ما نخلص على راسي تفكرت انا وين يا هاجر كنت نستناك زعما قلنا دابا تخلصي علينا شي حاجه انا ماشي سالاريه انا غير طالبه هو اصلا حنا انا دابا خارجه غير مع الطالبات اما لي سالاريه راه خدامين راه ما مساليينش لينا والله لا حنا غير الشومه المهم نقدر نكونوا من الشومه لا لا دو لوكس كيفاش لعبوا البنات في الماتش كوراج والله صراحه برافو على كاع البنات اللي صراحه تيلعبوا تيلعبوا احسن من الرجال عجبهم الحال صراحه الماتش كان زوين حتى انا ما عرفتش علاش نتفرج في الماتش ما عجبني الماتش ديالهم كان زوين لي فام او ماروك قال لي اسامه رمزي
You look so beautiful, my little sister. My angel. Angel. ها كشديش اختي ايوا خوت انت معنا انت معنا شوفوا شوفوا كتنفخ الشومبر انا هو العيب الدراري الصغار الصراحه ما تجيش كنت كنتخشى لا حول لا حول لا حول ها ها زار الزين ديالي اللي قالت لي في الفيديو الاخر قالت لك غادي صافي تجي دراري شنو قلتي لي شنو قلت لك قلت لي غادي تدعيني وما كيما دعيتيني شكون كاع ما جينا دابا انا لهنايا دابا بارك من الاحراج خلينا نمشيو نتبحروا بدا كيعمل البحر يلا وهزي زي سميتو البنات حنا رجعنا شوفوا شوفوا تبروزيت عاتي راه راه ما يمكنش فوق ما نمشي للبحر تنقول غنتبحر كاين الناس وغادي نخرج ما نعاودش ندخل و لازم نقادو التليفون نزيد دابا بانوار باش نطلع عليكم شوفوا شوفوا عاتي شوفوا الحموريه بزاف في النيف الحناك اش راه ما قداش شوفوا اليد شوفوا شو اللون ولي 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 ولي, ولي, ولي. عرفتي راه تشويت شو تشويت على تشويت شوفوا اللون دونك كما قلت لكم دابا صافي دوشت دخلت ودوشت نمشي ندير معكم واحد الوصفه باش تشوفوها هي اللي كتبرد عليا وهذا اللون هذا صافي ما يعني هكا اسبوع صافي تيرجع اللون ديالو الاصلي غادي نوريكم واحد الحاجه اشنو كنستعمل مثلا من مورا ما كنتبحر من مورا ما كنتبحر كناخذ كندير هاد الوصفه اللي غادي نوريكم دابا واحد شويه انا غادي نهبط للدوش ونديرها معكم وكناخذ هاد سيكابلاستر هادي جا انا وريته لكم سيكابلاست بون بي 5 بالنسبه اللي كنت وريته لكم فيه اس بي اف هذا خديته بدون اس بي اف وخديت شحال فيه من مليلتر 100 هذا فيه 100 مليلتر فيه 100 مليلتر يعني راه ماشي زعما شي حاجه اللي قليله حيتاش انا في هاد الوقيته هادي كنبغي نشري هاد الحجم الكبير
باش كنستعملوا الوجهي، لحقاش كما قلت لكم حتى الحروق الدرجه حتى الحروق الشمس بحال هكا تيهنيك تيهنيك يعني فهمتي. ما كان صراحه ما تنقولش راني ناري وجهي غادي كحال وهذا. فمن مورا الدوش غادي ندير بعدا هذا الوصفه ديال دانون، هذا دابا نوريكم واحد الوصفه زوينه كتوحد لون البشره. ومن مورها كنديروا الوجه واليدي ورجليا في الليل هكا شكل ويمنات نعسي تبقاي ديريه يعني. دابا انا شي شويه غادي نابليكيه صافي. كنديرو هو وعاد كندير ليكرون ديالي سولير الا كنت خارجه، الا ما كنتش خارجه راه هو اللي تندير شكل وي. وحتى الحبوب كما قلت لكم بالنسبه لواحد صاحبتي قلت ليها بقيت استعملي الحبوب ديال الظهر، حقاش قالت لك انا في ظهري كيكون عندي الحبوب بزاف، اذا استعملت غير هذا ودومات ودائما دائما ما غاديش يبقى عندها دوك الحبوب. وخصوصا ان شوفوا البنات اللي عندهم حبوب في الظهر تيكون من كيفاش كتغسلي شعرك، دائما شعرك كتغسليه هكا لور وتكوني دايره شي صابون ولا شي برودوي يعني بزاف اللي كديري هذا الشامبون اللي كتستعملي يبدا يهبط لك في الظهر وتيكون عندك الحبوب بزاف. اللهم دائما هكا هبطوا الشعر القدام وغسلوه كما قلت لكم. ودابا كما قلت لكم الصيف هذا دونك اول حاجه كندير هاد السيتافيل اولا سيغاف، المهم كريم ايدغاتون ضروري، كريم ايدغاتون وخاصفو ضروري ضروري كريم ايدغاتون للوجه. واللي كنستعمل هو لاغوج بوزي، هذا هو اللي كنحمي به البشره. وتانتي يعني اللون ديالو زويون وتانتي يعني ماشي ما تيجيش معيق، هذا هو اللي كنستعمل. وراه ديجا دابا انا قرب يتسالى ليا كما شفتو، وشريت واحد اخر مي ما غاديش نوريه لكم حتى نشوف لي في كاس ديالي، زعما حتى نشوف زعما كيفاش جاني في وجهي. لكن ما كتعرفوا انا هذا هو نمبر 1 عندي، هذا دائما كناخذو ومره كنبغي نبدلو. ديجا كنت بدلته خديت هاد نيوداغم اس بي اف 50 اللي فيك اكران سولير وفون دو تان واعر بزاف و تري اوت بروتيكسيون يو في ا يو في بي دونك وباش دوغي. المهم كاين اللي فتح من هاد باش دوغي كما قلت لكم، هذا راه دويت عليه في القناه وهذا هو اللي كنستعمل. مي في الصيف ما كيصلحش لحقاش كيدلع، هو كيصلح مثلا الا كنتي غديريه في الصيف مثلا حتى الليل تستعمليه الا كنتي خارجه وهذا كيعطيك لابون مين. وانا كنقول لكم دائما انا كونتر لي فون دو تان، لي فون دو تان ما زوينينش للبشره. دونك احسن حاجه انكم تستعملوا بحال هادو اللي تيكونوا طبيين، اولا خدي كيما اولا الا بغيتي تقتصدي خدي هذا راه فيه بجوجهم صراحه زوين. كما قلت لكم غير في الصيف هذا ما يصلحش للصيف. خديت انا واحد اخر د لاغوش بوزي اللي خرج جديد غادي نتستيه وغادي وليت تندير دابا حاليا وليت كنستعملو مي حتى نشوف تندوز هكا واحد 3 موا وانا كنستعملو وغادي نشوف نقول لكم عليه هذا زعما كيفاش جاني. وهذا هو اللي كما قلت لكم انا ما كنصغنيش عليه لحقاش هو مرمم البشره تيحيد لي سيكاتريس الحبوب اللي كيخرجوا يعني بيرود ماشي شي حاجه اللي قديمه. دونك كنستعملو كل ليله كل ليله اي حاجه كاينه في البشره كنقيها. وكما قلت لكم دابا حيت الشمس كما وريتو راني تحمرت مزيان دونك هذا كنستعملو كيبرد وما تيخليش وجهي انه يكون محروق. دونك هذا اللي كنستعمل شك كل ليله كنستعملو وكنتهنا. وطبعا تستعملو سيديه كما شفتو، شوفوا الفرق راه بزاف يعني باين. شوف ايوا هادشي اللي كاين. يلا دوزوا معايا باش تشوفوا اول وصفه. صراحه ما كنبارطاجيش معكم وصفات طبيعيه كما قلت لكم، انا صراحه كناخذ هادو لي ميديكال يعني هادشي زوين كتبقاي تستعمليه ديما وكتشوفي لا ريزولطا ديالك. كما قلت لك هادو ما تيخليش لي طاش يعني لي طاش اي حاجه عندك في الوجه، خصوصا الا كانوا الكلف باقي الله بادي تيحيدو لك يعني شي حاجه اللي خفيفه تيحيدو لك دوك لي طاش. اللهم اول حاجه اي وحده باغا تعتني بالبشره تاخذ ماشي بالضروره كما انا كنوريكم هادو، فتاخذ اي حاجه المهم كريم ايدغاتون كريم سولير وواحد كريم يكون نوي. انا كندير هذا الشكل نوي اولا كنقدر نستعمل هذا وتندير هاد ليكرون هادو وتنخرج، وليني حيتاش كما قلت لكم كنبغيه الاستعمال دونك كنبغي نديرو في الدار
وكنبغي نديرو كما قلت لكم يعني كيضغطي ليا وجهي باش يبقى عندي بزاف. اللهم كخديت كريم مرطب باش هكا هذا ما يتسالش لي دغيا. صافي هادشي اللي كاين. وكما قلت لكم انا خديت هاد الحجم الكبير، كاين الحجم اللي صغير راه ديجا بارطاجيت معكم الحجم الصغير. ها هو شفتوه، ها هو كان تسالى ليا وقطعته هنايا للضياع، تجبت منه داكشي اللي تما بقى فيه والو. هذا الحجم ديالو 40 مليلتر، شفتو يعني تقدري تاخدي هذا 40 مليلتر. مي كما قلت لكم اللي مشيت ناخذو ما لقيتوش وتسنيت شهر كامل باش يلا خرجوه عاوتاني، وانا نقول اللهم ناخذ الحجم الكبير. وانت هنا كما قلت لكم البشره الدهنيه تاخذ بدون اس بي اف، تاخذ بحال هذا بدون اس بي اف، والبشره العاديه المختلطه تقدر تاخذ الاس بي اف. وريني ماشي الا خديتي باس بي اف تقولي راه غندير هذا وغادي نخرج راني حميت، لا واخا في اس بي اف ضروري ديري كريم سولير ديالك. دونك صافي هادشي اللي كاين. ايوا يلا نوريكم دابا، نمشي ونوريكم هذه الطريقه ديال الوصفه الطبيعيه اللي ديما كتسولوني عليها. يعني الوصفه الطبيعيه انا كندير جوج وصفات طبيعيه هما اللي شنو اللي ديما تنشعل لكم هاد الشمعه. انا تنحماق على الشمع خصوصا هادو اللي كتلقوا الريحه كما قلت لكم. دونك دابا غادي ندوزو الوصفة الرائعة اللي كنحمق عليها واللي كتعجبني بزاف بزاف. هي اللي كندير لوجهي خصوصا الى هكا تبحرت ولا جدات فيا الشمس، المهم هي المعتمدة. دونك اول حاجة اشنو غادي نحتاجو، ناخدو فين غادي نخلطو. دونك هاد المعدات هادو كنت خديتهم كفشيئين دارون طبيعي يعني اللي بدون سكر. غادي ناخذ جهد واحد معلقه، يعني انا هاد الماسك راه بغيت نديرو اليدي والوجه. اشنو غادي نغاد كمعلقه صغيره، ناخذ هاد الصغيره هادي اللي فيها 2.5 ديالاش ديال نشا، هانتوما هاد شويه هذا. وغادي ناخذ نفس العبار، يعني كناخذ نفس العبار ديال هادي هانتوما بلا تنشوف تبان لكم نخاله، نخاله مطحونه. وهاد النخاله الرائعه، عرفتي النخاله الفوائد ديالها ماشي غير التجميل حتى الصحه. كما شفتوا نخلط هاد غير هادي شي بعض الخطرات كندير غير هاد الوصفه هادي دانون مع 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 نشا. هو مبيض وكيفتح لون البشره. طبعا هادو كما قلت لكم وصفات طبيعيه، تقدري انك ديريها مع شنو كتستعملي لوجهك. هاد الوصفات الطبيعيه ما كيضروا ما والو، مي كيعطيوك ريزلت زوين خصوصا اذا داومتيه. غير الوصفات الطبيعيه خاصك انك داوميها، هذا هو الفرق. وهادي وشوفوا الواحد مابقاش يخلط بزاف في الوصفات الطبيعيه، يكون عنده واحد جوج معتمدين كيبقى يديرهم لاصق فيهم وراه كيعطيه ريزلت. كما قلت لكم نخلط هادشي مزيان مزيان. اللي كتوحد لون البشره، اللي كتغذي البشره والرائعه بزاف هي النيله الزرقاء. هانتوما هذه هي النيله الزرقاء الحقيقيه، يعني اللي حجره البلاد هبط لقيت بها وشريتها باش كتعرفوها حقيقيه. وانا غير درتها في هذه، عرفتوا هذه اللي كتكون ديال الحامض، ايوا خبيت فيها انا هاد النيله مع هي كتوسخ كتطلق اللون ديالها. دوك خبيتها هنايا، شوف دابا بقات لي غير هاد الشويه هادي. المهم شوفوا دابا هاد الحجره ملي كتبقى هانشوف كتشتت. هانتوما واش تعرفوا انها ان النيله ديالكم اللي شريتو حقيقيه، هي كتطخ لي انا هنايا. هانتوما شوفوا شتو اللون اللي كتعطي، راها انا خديت دابا شويه هانتوما شفتو
اللون ديالها ازرق داكن، شوفوا صبعي ازرق داكن، شوفوا باش كتعرف فيها حقيقيه، يعني ملي كتبغي تحيديها كتحيد فاسيلمون وما كيبقاش لك الاثار ديال ديك الزروقيه نهائيا، شفتوا هكا باش تعرفوا مني لانها حقيقيه. دونك غادي ناخذ هاد التفرتيت اللي تفرتت ليا هنايا، واحد شويه راه هي دغيا كتطلق، شوفوا شوفوا شحال قد هكا، انا نشوف عيني ميزاني، شوفوا هاد الكميه هادي، شوفوا هاد الكميه الصغيره وراه كتطلق. طبعا خاصني ضروري نخلط مزيان مزيان، شو الخليط كيجي هاكا عاقد. دونك انا غادي نغسل يديا، حتى الطريقه ديال انك كيفاش ديريه لوجهك راه ضروري. ها نشوفوا، ماشي هاد الشويه هذا، لا خصك ديري واحد الكميه اللي واحد الطبقه اللي نيت. هانتوما غادي نخليها هكا واحد 20 دقيقه ونرجع لكم. وطبعا دابا غنابليكيها حتى في وجهي، صافي كما قلت لكم غادي نخليه هكا واحد 20 دقيقه ونرجع. دونك كما كتشوفوا نشف صافي كما كتشوفوا عرفتي كيكونوا رطب رطب رطب. دونك غادي نمسح كونوا عرفتي كنحس بالرطوبيه. دونك شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد هذا راه الماء ورد زوين طبيعي ديال لا مارك فيتال ناتور. طبعا هذا كناخدو عرفتي عرفتي الريحه ديالو، ماء ورد مقطع طر واعر واعر واعر، وخلاص انه كاين هذا راه كاين في الجاج زوين بزاف. كنديرو في الثلاجه هكا في الباب ديال الثلاجه وتنبدا نرش به وجهي هكا، خصوصا دابا عرفتي راه كنحس بوجهي سخون. المهم كنرش بحال هكا، يعني هادشي اللي كندير اللي يدير كنديرو لوجهي صافي، ونخلي الماء ورد يدخل وديك الساعه نرطبو باي حاجه بغيتو. انا عندي طبعا الزيوت اللي ديما تنوريه لكم، زيت اللوز الحلو والجليسيرين كتخلطوهم وكديروهم هكا في الوجه في اليد في اليد ماشي الوجه، كنديروش الزيت في الوجه صافي. وانتم دابا غنخلي الماء ورد ينشف صافي. هنايا غادي نسالي الفيديو ديالنا، يلاه السلام عليكم، ونتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء مع الاحباب، وما تنساوش لي لايك. سلامه.